قولي لي بقى، انت عالميه انترناشونال يا فوفا. I can't believe it. عارفة حبيتي واحد هندي، اتعرفتي عليه فين الهندي؟ تعرفت عليه في لندن. فلما تعرفت عليه قال لي انت مصرية؟ ايوه مصرية. وقال لي انت مالكة بقى، ان انا يعني خدني بقى ان انا مالكة بالنسبة للطول السمار المصري وكده. فلما عزمني على فين؟ على الهند. فرحت بقى انا الهند. طب كنتوا بتتفاهموا ازاي؟ ما انا هقول لك بقى، كان يقرا الكلام بالعربي ويقوله لي، يقرا في بالقاموس يعني، بالقاموس ماسك عشان القاموس. يتقرب مني وسميني مولاتي يعني الاميره. وانت بتردي عليه؟ وانا بقول له، فهو مسميني الاميره بتاعتي. فكان يقول لي انا لازم اجي ايجيبت. فكنت افهم يعني ايه ايجيبت، لان كنت بتعامل بقى مع اجانب وكده. فكنت اعرف ان دي بلدي مصر وكده. المهم ان قال لي انا جاي مصر، ما احنا اتفقنا على الجواز بقى. انا اهو رحتي الهند، لقيتي عيشته شكلها ايه؟ اوه اسكتي بقى، عينك ما تشوف الا النور. العربيه لابس البدله لونها، وبيحبوه حب طايرين من الارض من عبيه، باشا يعني. وكان تمشي تلاقي بقره، البقره دي اللي بيحطوها، تلاقي البقره، الاقي كل العربيات وقفت لما البقره دي تيجي لها مزاجها بقى وتقوم تمشي. وهو كمان؟ لا هو معايا في العربيه. لا ما تقوليليش بقى، عشان انت خلاص ساعه الرمل اشتغلت. هو مش على البقره، ما انا عارفه انه في العربيه. لا مش ممكن، لا لا لا، علشان انت بتقولي لي كانوا كلهم لما يشوفوا البقره يقفوا. ممنوع تمشي بالعربيه والبقرة دي قاعدة نايمة في الأرض. وهو كمان كان بيعمل، كان واقف برضه هو زي. أيوة بس هو يعني كمان كان بيقدس البقرة. ما أنا مش، لا مش عارفة. لكن لما عربية بتقف يبقى لازم كل عربيات هتقف، ما مش ممكن هيدوسوا البقرة عشان يمشوا. فما كنتش عارف ليه أساسا يعني. طب أقول لك حاجة، أنا قلت إيه، يلا جت رزقك يا فيفي في الهند. السجط وشك بشك ماشيين أتقابل ميت. الحقيني بقى السبيتة دي، السبيتة، شفت السبت اللي بيشيلوا العيش عندنا؟ أيوة. هنا هم هناك بيشيلوا الميت عليه، الميت على الخشب ده بتاع العيش. أيوة. وحاطين عليه ورد، رايحين يحرقوه باين ولا رايحين يعملوا ايه؟ وانت فاكره ايه؟ ما انا ما اعرفش، انا فكرت بقى زفه، فعايزه عايزه تجامل. يا هتجامل يا فيفي، ده انت بختك مسابقك في كل حته. لقيت ده البقره قدامي وانت ماشي، مش فاهمه ليه طبعا. لما الصاجات اشتغلت والورد وشايلين السبت وماشيين، قلت بس بقى. فبعدين فهمت ان ده ليه، ما كنتش افهم ساعتها. هو يقول لي كل ما الاقي ركب عربيه اقول له سيم ان ايجيبت، كل ما حاجه اشوفها عنده اقول له انا عندي زيها بالظبط في مصر. وداني عزمني عند مراته واولاده، قلت له عندي سيم اكزاكتلي دي ايجيبت. ده مش كان عايز يتجوزك وبيحبك؟ ما هو ده حب بقى، كان عايز يتجوزني بقى على مراته. على مراته. كنتي موافقه هنا عشان مهراجه؟ فيلا بقى، كفايه سجاط وكفايه. اوكي. فطبعا قال لي، فجاه كلمني من لندن قال لي انا جاي بكره مصر. يا نهار اسود ومنيل، انا عندي ايه؟ بقى ايه عندي ايه؟ الدور الخامس، وبطلع لما يتهد قلبي الدور الخامس واحنا قاعدين فيها دي، اللي هي من ساعتها مفيش اسانسير. مفيش اسانسير، في الفحت موجود مكانه بس ما حطوش اسانسير. المهم اني قال لي انا جاي بكره، طب انا اعمل ايه وانا ما عنديش بيت الا هو ده؟ ايوه. رحت بقى المهندسين، كانوا بيعملوا فيلا في المهندسين. المهم رحت للسمسار واجرت فيلا، واداني المفتاح قبل ما اروح المطار اجيبه بساعه ونص. وكنت عندي الشوفرلي اللي بقول لك عليها دي. أيوة. اتالق في مطرح ما اتولدت. ولبستي بقى لون العربيه. راحة بقى. ما تقولي ليش نبدا ريشي بقى وايه، راح على المطار اجيب. رجعت من المطار اروح الفيلا، مش عارفه مكان الفيلا. والله العظيم الزاي. والسمسار مكتوب بالانجليزي، خفت لا يهرشني. رحت مدريها العربيه ورحت للسمسار، قلت له امشي قدامي باي حاجه وريني الفيلا فين. لما دخل الفيلا ما عجبتوش خالص. لما طلعته عند امي بقى في البيت اللي انا عايشه فيه، عجبه البيت. يا زي بتقول ايه، حس بان انا يعني فشرت قدامه وكذبت قدامه، فقال لي انا حابب البيت ده اكتر من ده بس. وخلاص ما تقابلناش بقى تاني، لان كان ابويا توفى وكده. ايه اللي فشل العلاقه يعني؟ ليه ما اتجوزتيهوش في الاخر؟
ما اتجوزتوش، كان ابويا مات ما اقدرش اسيب اخواتي وامشي، مش بقى انا بصرف على اخواتي. كان عايزك تروح الهند. اروح الهند، انا في الهند ايه بقى، يزفوني في سجاط وينيموني على خشبه. لبعد الشر عليك.